ال ار تي او جاي من المترو او جاي من السوبر جيت عايز يروح السويس قطع تذكره قدامه ساعه قدامه نص ساعه لحد ما القطار يطلع يقعد سته كده ياخد مشروب ياخد سندوتش ثم او يشتري احتياجات ثم ينزل على محطه. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس محمد حمدي بتشرف ان اقدم بتشرف ان اقدم على فخامتك تكنولوجيا تلجو المتطوره واللي بتقدم خدمه الركاب باعلى مع ضمان اعلى مستويات الرفاهيه والراحه والامان يا فندم للراكب، وده عن طريق اسباب كتير اهمها يا فندم. طرق الربط بين كل عربتين بتتم هنا عن طريق ثلاث نقاط بخلاف القطارات التقليديه من نقطه واحده بس يا فندم. اول نقطه عندنا بتتواجد اسفل منتصف كل عربتين، النقطه الثانيه عن طريق ذراعين توصيل بيربطوا العربه من الاعلى للاسفل، النقطة الثالثة عن طريق أذرع توجيه جانبية، وبيكون ليها الفضل دايما أنها تحافظ على مركزية وتتعامد العجلات طوال الرحلة لضمان أعلى مستويات الأمان. أيضا يا فندم بتأمن مرور القطار بأعلى سرعة في المنحنيات دون حاجة لتخفيض السرعة، وده بيقلل من زمن الرحلات. أيضا يا فندم تكنولوجيا تلجو بيها نظام تعليق بتثبت العربة على رودال تلجو عن طريق هواء مضغوط، وده بيقدم رفاهية دايما للراكب بدون من غير ما يشعر باهتزاز القطار. ماشي بقى كده يعني مع نفسها. هنا يا فندم دلوقتي ثلاث وسائل ربط بالاضافه الى مجموعه وسائل من امان تخلي الراكب اللي جوه كانه راكب عربيه مرسيدس بلا زياده في الكلام. مساعدين افقي وراسي، قرب هواء، سيادتك العربيه تتحرك كده كده كلها على قرب هواء، الراكب ما يحسش باي حاجه، كلها مؤمنه. الفرامل نفسها وان كان محمد نسى يقولها، الفرامل نفسها يا فندم مش فرامل ميكانيكيه فقط، ده فرامل ثلاثيه ميكانيكي وهواء وكهربي. حاجه يا فندم يعني بصراحه مؤمنه جدا، ويمكن الراجل صاحب الشركه قال لي سيادتك ان انا قطري بالظبط كده زي ما قال، انا فيراري ومرسيدس الاطراف. واحنا ان شاء الله باذن الله يا فندم في عهد سيادتك وللشعب المصري اللي ليه واللي يستاهل كل خير ان شاء الله، احنا يا فندم رايحين للتكنولوجيا دي وكل التطوير بالمنظر ده. شكرا يا فندم. Thank you.
زي الطياره بالظبط. في هنا اخطر يعني ما بنعملش حاجه جوه. لو فتح قفلنا هو قفل الباب في الطياره زي الطياره بالظبط. القطر الفني ده مكون من جراح 15 عربيه. ال 15 عربيه دول منهم خمسه درجه اولى، ثانيه منهم خمسه درجه اولى وثمانيه درجه ثانيه، وعربيه بروفيشنال اللي هتشوفها دلوقتي، وعربيه باور. العربيات الدرجه الاولى في سنتك كلها زي بعضها، اول ست كراسي. زائد واي فاي فيها فن في ظهر الكرسي، شاشه ليه عرض افلام وعرض حاجات ترفيهيه، فيها شاشه عامه يا فندم لكل اللي قاعدين في القطر اللي هي موجوده في النص دي. الشاشه دي بتقول النهارده التاريخ كام، درجه الحراره كام، المسافه اللي انت هتطلعها كام، كل معلومات الرحله تبقى موجوده على الشاشه العامه اللي موجوده. ولكن الشاشه دي اللي في ظهر الكرسي دي بتعرض حاجات تسليه وحاجات ترفيهيه. كل كرسي يا فندم في ظهره هنا منظرة لتناول الطعام او المشروب زيه زي كرسي الطياره بالظبط. احنا فنم العربيه دي فيها 27 كرسي، منهم زي ما قلت لحضرتك 12 كرسي عائلي. طبعا القطارات يا فنم دي تكنولوجيا عاليه جدا، فاحنا هنشغلها في البدايه بعد اذن حضرتك على القاهره اسكندريه، ثم القاهره الاقصر اسوان، ثم بعد ذلك احنا بنعمل احلال لكل وسائل مواصلاتنا وكل قطاراتنا تبقى من نفس المنظر ده. اتفضل يا فندم. هنا يا فندم مع شباك الطوارئ دايما بنستهلك بنلاقي فيه مطرقه طوارئ عشان لو حد لا قدر الله في حادث ولا حاجه يكسر الازاز ويخرج، ده احد وسائل الطوارئ. هنا يا فندم بقى حاجه مهمه جدا كمان، اللي على شمال سيادتك دي فرمانه الطوارئ، دي فرمانه الخطر. في القطارات العاديه هو غلف هواء، بيجي الباعه جايين او غيره، اي حد عايز يوقف القطر او ينزل في المكان اللي هو عايزه، يروح شادد بند الطوارئ، يروح القطر واقف، يروح نازل ما بين العربيات. العربية سيادتك عندنا كلها مفتحة بين العربيات، يروح نازل يجري. هنا فن بقى، هو مجرد ما هيروح ناحية الفرمانة اليد دي على طول يا فندم في هنا كاميرا لقطاها. الكاميرا دي كل عربية فيها 7 كاميرات. سيادتك هتشوف دلوقتي في غرفة للسيطرة والتحكم على القطر كله بالكاميرات، سيادتك هتشوفها دلوقتي. إذا لو أي حد سيادتك حب يعبث في فرمانة الطوارئ على طول مش هيقدر ينزل من هنا، وهيتمسك هيتمسك لأن هنا أمن يا فندم. سيادتك اتفضل، دي عربيه البوفيه يا فندم اللي سيادتك داخلها. ايه ده فندم؟ محكم الغلط سيادتك، مفيش حد هنا حد يقع بين العربيات حد. هنا يا فندم دي عربيه عربيه البوفيه، فيها سيادتك 4 كراسي لامن القطار. هنا كان امن القطار بيطلع يقف او يلاقي اي كرسي فاضي يقعد فيه، وكان بقى الناس تقول لك طب احنا بنسيب 4 كراسي للامن 10 8 وما يتحجدوش ويقول علينا 8 8 لا، احنا دلوقتي هنا سيادتك بقى عندنا خلاص كراسي الامن. هنا 2 كرسي سيادتك لذوي الاحتياجات الخاصه يمين وشمال، بياخدوهم ده رامب يا فندم بيتحط على الباب، مجرد ان في حد من ذوي الاحتياجات الخاصه نازل بينزل مع الرامب ده، بيتحط على الباب عشان حتى ما حدش يشيله، هو يقدر يحرك نفسه بالعجله يقدر ينزل. زي ما في سيادتك في حمام لكل المستخدمين، ده يا فندم حمام لذوي الاحتياجات الخاصه، سواء بالخليه اول ما يجي ناحيته او هنا بالباب. الحمام يا فندم طبعا مساحته واسعه جدا، تسمح بحركته بالفطار، زائد طبعا سيادتك اليد بتاعته، زائد فيه ليه تليفون، زائد ايضا برضه منطقه غيار الاطفال موجوده فيه. حمام يا فندم مجهز بكل حاجه ذوي الاحتياجات الخاصه، وده يا فندم ده في كل الوقت كل عربياتنا اللي بنجيبها وكل قطاراتنا اللي بنجيبها. حاجه مكتمله. هنا يا فندم غرفه السيطره والتحكم وغرفه الامن، دي سيادتك لها فايدتين. كل عربية فيها 7 كاميرات جايبة كل حاجة هنا، أي حد بيتنفس في القطر. حاجة تانية يا فندم مهمة مش موجودة غير في تارجو، وإن شاء الله تكون موجودة في القطار السريع اللي إحنا جايبينه من سيمنز إن شاء الله. هنا يا فندم في حساسات بكمبيوتر في كل عربية تحت العربية. أي عطل بيحصل في العربية بيتسجل هنا على الكمبيوتر. الكمبيوتر زي صندوق أسود يا فندم. العربية يا فندم هنا قبل ما تروح الورشة غير إن هو صندوق أسود وبرجع له تاني في أي حوادث لا قدر الله. قبل العربيه قبل القطر ما يخش الورشه بتاعته بيكون باعت للورشه على طول واي فاي، باعت للورشه ايه اللي موجود في القطر، بحيث ان الورشه تجهز قطع الغيار اللي مطلوبه للقطر قبل ما يخش الورشه. ده فن بوفيه القطار. كل قطر فن فيه عربيه مدير المنظر ده، كل اللي محتاجين اي حاجه في القطار يروح لهم ويحد عندهم او بيجي ياخد من عندهم.
القطر السريع يا فندم ان شاء الله هيبقى في عربيه كامله كده. هنا يا فندم الباب ده مدخل الطوارئ، ما بيخرجش الا في الطوارئ لو شد، لو شد اليد دي او قائد القطار اللي هو رئيس القطار، رئيس القطار اللي هو رئيس المفتشين ورئيس الكمساريه بيجي يا فندم هنا، بيكون دايما احنا انا منبه عليهم كله معاه المفتاح بتاعه، ما بيفتحش ده يا فندم كده الا اذا هو فتح باب يا فندم مدرع زي باب المدرعه بالظبط، امان كامل ضد طبعا الاصوات وضد الضوضاء وضد يعني الحراره عشان التكييف ما يقربش. باب طوارئ يا فندم موجود بابه مع رئيس القطار فقط مش مع اي حد تاني. العربيه الدرجه الثانيه، الفرق بينها وبين الدرجه الاولى ان مفيش شاشه في ظهر الكرسي، وان الكرسي ممكن يكون اصغر 5 سم عشان كده بقى في هنا 4 صفوف من الكراسي وليس 3، هناك 27 كرسي هنا 44 كرسي. الشاشه سيادتك العامه كل الناس موجوده، كل الطوارئ موجود، بل في الطوارئ موجود او فرمان الطوارئ موجوده. الكراسي يا فندم هي برضو تعتبر افخم واعلى من الكراسي اللي موجوده عندنا في السكه الحديث، سواء حتى اللي احنا بنجددها او سواء اللي جايه من دوله اخرى، ولكن نفس العربيه ونفس الرفاهيه ونفس الامان ونفس تامين المسافر. برضه فرمانه الطوارئ، برضه مطرقه الطوارئ، الحمامات بتاعتها، كل حاجه فنت زي العربيه الدرجه الاولى، مفيش فرق بينها وبينها ان دي اوسع شويه او اكبر شويه في عدد الكراسي نتيجه ان الكرسي
عملنا دي؟ دي المحطة اللي سيادتك شرفتنا بافتتاحها في نهاية أو 16/8 بالتحديد 16/8/2020، شغالة تقريبا داخلين على سنتين إلا شهرين. الخط الثالث تفنم اللي بيبدأ من عدل منصور ثم إلى محور رود الفرج شمالا وجامعة القاهرة جنوبا، تقريبا سيادتك طوله 41-42 كيلو بالكامل، في 34 محطة، هيشيل 1.5 مليون راكب. هو حاليا فنم الجزء المرحلة اللي اتفتحت الملونة باللون الأزرق دي اللي هي يعني من عدل منصور حتى العتبة، دي ساتك بتشيل 1 مليون راكب النهاردة. لما إن شاء الله ساتك بإذن الله نضيف له المرحلة دي، هنضيف له كمان 500,000 راكب. ده بدأ تشغيله فنم 2012 كأول مرحلة منه العتبة العباسية، ثم تولت المراحل إلى ان احنا ان شاء الله النهارده فنم المرحله الثالثه اللي هي ملونه باللون الاحمر دي. احنا خلصنا منها المرحله الثالثه الف اللي هي من العتبه حتى الكتكات، المرحله كلها فنم 17 كيلو، فيها 15 محطه، هتشيل 500,000 راكب زي ما قلت لحضرتك. الجزء الاولاني منها 3 الف اللي هو من العتبه حتى الكتكات، ودي منطقه مهمه جدا يا فندم، بتعبر طبعا من منطقه العتبه اهم ميدان تجاري وسكني في القاهره الى منطقه الكتكات، برضو منطقه مكتظه بالسكان. احنا متوقع فنم يشيل بالاربعه كيلو بس دول تقريبا 250-300,000 راكب. المرحله فنم دي احنا خلصناها بالكامل لفنم دلوقتي اعمال انشائيه، بدانا الاعمال الالكتروميكانيك وتجهيز المحطات ورانا واحنا ماشيين، خلصنا الاربع محطات وجاهزين النهارده فنم سيادتك تاذن لنا بالبدء في التشغيل التجريبي من محطه صفاء حجازي بمنطقه الزمالك. اتفضل يا طارق. فندم دكتور مهندس طارق حامد جويلي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات النفقية بالهيئة القومية للأنفاق والمشرف على تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث، أستأذن في بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة ألف. تفضل. تفضل يا طارق. شكرا يا طارق. الثلاث خطوط يا فندم دول لما يكتملوا يبقى عندنا ثلاث خطوط لمترو الانفاق، تقريبا اجمالي اطوالهم حوالي 120 كيلو. الخط الرابع يا فندم اللي احنا بدانا فيه نشتغل فيه بشركات مصريه وطنيه بناء على توجيه حضرتك، خمس شركات بداوا يا فندم من منطقه الفردوس في 6 اكتوبر، مرورا بقى سيادتك بشارع بمنطقه الرمايه وشارع الهرم والمانيال حتى مصر القديمه ثم الرحاب. الخط يا فندم ده طبعا خط طويل جدا طوله 47 كيلو، شغالين فيه سيادتك بالشركات المصريه دلوقتي يعني بالتحالف مع مكتب استشاري ياباني وبمنحه من الجايكا اليابانيه وقرض من الجايكا اليابانيه. الخط الخامس يا فندم كان هيمشي مع الطريق الدايري الاحمر اللي سيادتك شايفه ده. سيادتك وجهت ان احنا برضو علشان نستغل وسيله نقل اخرى كهربيه وكل حاجه ولها القدره العاليه جدا على النقل، مشينا عليه سيادتك، لان الخط الخامس ده كان هيربط، لو سيادتك ملاحظ كان هيربط الخطوط الثلاثه اللي قبليه او الاربعه اللي قبليه. مشينا سيادتك اتوبيس تردودي كهربي طوله 113 كيلو لما ضفنا المنطقه فن بتاعه حدائق اكتوبر والمنطقه بتاعه الهرم لما اتحلت المشكله بتاعتها، بقى عندنا بدل الخط الخامس اصبح فيه اتوبيس تردودي سريع على الطريق الدائري. الخط الثالث للمترو يا فندم ده دلوقتي في مرحلة التصميم والطرح على الشركات العالمية، صحيح في شركة مهتمة بيه وفي دولة مهتمة بيه وبتساعدنا في التصميمات وإن شاء الله بإذن الله التمويل. هيبدأ سيادتك الخط الثالث من الخصوص وحتى المعادي الجديدة وطرق البلد جنوبا، بعديه على طول يبقى عندنا
ال ار تي اللي سيادتك مشرفنا النهارده بافتتاحه باذن الله، اللي بيبدا من محطه عدلي منصور حتى مدينه بدر، وبتفرع فرعتين، فرع تنزل تحت جنوبا في اتجاه العاصمه الاداريه الجديده وحتى المدينه الرياضيه الدوليه، والربط مع القطار السريع السخنه مطروح، ثم فرع طلع سيادتك في اتجاه الشمال في اتجاه العاشر من رمضان. الوسيله السادسه يا فندم وهي مونوريل القاهره. مونوريل القاهره، مونوريل شرق النيل، بيبدا من منطقه اكتوبر ثم منطقه وادي النيل في المهندسين، ثم من استاد القاهره شرق النيل، من استاد القاهره في منطقه يوسف عباس، وحتى مدينه العداله في العاصمه الاداريه الجديده. كده يا فندم بيبقى عندنا مفهوم الشبكه، عندنا خطوط نقل جماعي كهربيه كلها صديقه للبيئه، اطولها يا فندم 500 كيلو، وده وانا متاكد من كلامي مفيش دوله في افريقيا والشرق الاوسط عندها 500 كيلو وسائل نقل كهربيه للنقل الجماعي. ان شاء الله يا فندم باذن الله في الجمهوريه الجديده ان شاء الله يبقى سيادتك عندنا كل وسائلنا كهربيه، كل وسائل نقل جماعي، ونرغب اهالينا ان شاء الله ان هم يتركوا عربتهم الملاكي عشان التلوث وعشان البيئه وعشان الزحام المروري. وايضا بمناسبه طبعا ان احنا رايحين في نوفمبر القادم لمؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ ان شاء الله في شهر نوفمبر. سيادتك ما نساناش طبعا وسائل النقل دي كلها الكهربيه، الاتوبيسات اتعمل لها محطه مجمعه امام برضه في منطقه محطه عدلي منصور مربوطه بالانفاق. سياده اللواء صبري رئيس مجلس اداره شركه سوبر جيت، اتفضل يا صبري. لواء صبري ايوب رئيس مجلس اداره شركه السوبر جيت. تم انشاء محطه حافلات السوبر جيت بعدلي منصور على مساحه 1.5 فدان، مكونه من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات، وساحة للحافلات تسع حتى 24 حافلة، منهم 4 حافلة كهرباء. بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 رحلة يوم، ومعدل الركاب يصل إلى 5000 راكب. يتواجد داخل الساحة عدد 3 وسيلة مواصلات، حافلات السوبر جيت للنقل بين المحافظات، والأتوبيس الترددي الكهربائي عدلي منصور المطار، والحافلات الترددية عدلي منصور موقف أقاليم السلام وموقف العبور الجديد. كما تم إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر داخل هذه الساحة بإمكانيات عدد 4 شاحن بقدرة شحن حتى 8 أتوبيس. تم الإنشاء والتجهيز بأيدي وسواعد مصرية وبشركة مصرية خالصة. جميع الأتوبيسات الكهربائية المتواجدة داخل الساحة والجاري شحنها الآن هي إنتاج شركات مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60%. أي أوامر يا فندم؟ شكرا يا صبري.